يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالجزية أو بالأخذ بالجزية من الكفار؟ إيش؟ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبين ما ورد من أمره صلى الله عليه وسلم من أخذ الجزية من الكفار؟ نعم، هذا خاص العام، حتى يشهدوا أن لا العام، أخذ الجزية من ما أخذها من الكفار، أخذها من اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى فقط. نعم، وأما غيرهم فيقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، لكنهم أبوا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.